عراقي عثر على أخوه بعد 40 سنة بسبب منشور على الفيسبوك بعد ما كان متوقع طول 40 سنة أنه أخوه تم إعدامه. قصتنا وياي أنا عمر الساهي، تعالوا أحكي لكم. هلا يابا، شلونكم؟ قصتنا اليوم أشبه بالمعجزة وشي ما يستوعب العقل. ما اريد اطول عليكم، تعالوا خلينا نبلش. حيدر محمد جواد الموسوي، سنة 1980 تحديدا يوم 20/9 كان عمره 4 سنوات. تم اعتقال والده محمد جواد بتهمة سياسية تخص الأحزاب بذاك الوقت، وبعدها تم اعتقال حيدر وأخوه أحمد اللي عمره 2 سنين وأمهم اللي كانت حامل وخالتهم، ومن بعدها عمام حيدر أيضا وخوالة، يعني العائلة بالكامل. عائلة حيدر بالأصل هم من البصرة لكن كانوا يسكنون بغداد منطقة الحبيبية. المهم بعد اعتقالهم اخذوهم وودوهم لمديرية الامن وخلوهم بقاعة بيها نساء واطفال فقط. والد حيدر كان مسجون بغير مكان، مو بنفس المديرية اللي هم بيها. حيدر بعمر 4 سنين واحمد بعمر 2 سنين وامهم وخالتهم مسجونين بقاعة واحدة. الشخصين اللي بقوا من العائلة خارج السجن هم جدة حيدر ام ابوه وجدته ام امه. بعد الاعتقال بلشن الجدات يدورن على ابنائهن وعلى احفادهن لمدة شهر بالسجون، وظل دورا الى ان عثرا على السجن اللي بيه حيدر واخوه وامه وخالته. وبعد ان التقن بيهم خططن الجدات الاثنين يهربن حيدر واحمد من السجن، لان الكبار بذاك الوقت كلش صعب تهريبهم، فقالن الجدات على الاقل نحظى باحفادنا. وبالفعل الجدات جابن ملابس اطفال حتى بالمواجهه يبدلن ملابس حيدر واحمد ويهربنهم من السجن. وبيوم 15/12/1980 قدرت جده حيدر تهرب حيدر تحت عبايتها وطلعه من السجن. واحمد اخوه المفترض جدته ام امه تهربه بنفس اليوم لكن خافت وما قدرت، وقالت الام حيدر اللي هي بنتها: بنتي اصبري علي، بعد 15 يوم بالمواجهة الثانية أجي وأخذ أحمد وياي وأهربه. يقول حيدر: جدتي قالت لي بعدين ما أدري شلون هربتك من السجن رغم كان أكو تشدد جدا فظيع، بس بقدرة قادر بيومها الضابط اللي بالسجن إما كان متعاطف أو راحت عليه وما دقق عليك. المهم حيدر صار الناجي الوحيد من السجن، وأمه وأخوه وخالته باقين بالسجن. جدة حيدر أم أمه راحت على الاتفاق بعد 15 يوم للسجن حتى تهرب أحمد، لكن لما وصلت ما لقت لهم أثر بالسجن. وبعدها بفترة وصلهم خبر أنه تم إعدام جميع المعتقلين اللي انسجنوا من هذه العائلة بما فيهم أبو حيدر وأمه وخالته وأخوه أحمد. حيدر وجدته أم أبوه ظلوا وحيدين وما بقالهم كل شيء من العائلة، حتى تصور للعائلة ما بقالهم لأن غراضهم كلها تصادرت. لكن بيوم بالصدفة جدة حيدر أخذت حيدر للمصور مال العائلة حتى تأخذ له صور، ولقيت عنده صورة لحيدر وأحمد أخوه والأمة وأبوه كانوا ماخذيهن يم هذا المصور قبل الاعتقال. الجدة أخذت له الصور، وهذا كل اللي بقى لحيدر من عائلته صور فقط. بعدها حيدر عاش ببيت جدة بأحضان جدته إلى أن كبر وصار شاب، وسافر لأوروبا ودرس ورجع للعراق بعد سقوط النظام بعد 2003 وبدأ يبحث. وأثناء بحثه وجد وثائق تثبت أنه أبوه وأمه تم إعدامهم، وأخوه أحمد أيضا اعتبروه معدوم لأن ما إلى أثر. ومديرية مؤسسة الشهداء في وقتها سووا تمثال مجسم لصورة الشهيد أحمد أخو حيدر ووضعوه بأحد القصور الرئاسية بالبصرة، وكتبوا عليه: الشهيد السعيد أحمد محمد جواد الموسوي. وهنا حيدر صار عنده بملفه 4 شهداء: أخوه وأبوه وأمه وأخته اللي ولدتها أمه بالسجن حسب ذكر التقارير. وهنا حيدر صار عنده بملفه 4 شهداء: أخوه وأبوه وأمه وأخته اللي أمه ولدتها بالسجن حسب ذكر التقارير. انتهى الأمر وحيدر ما بقى له شيء غير ذكرى بسيطة من عائلته وغصة كبيرة ترافقه طول حياته. بعد 2003 حيدر عاش حياته وتزوج واستقر وعاش بالسويد، وصار حيدر بين فترة وفترة يجي للعراق، واستمر على هذا الوضع إلى أن صار عمره 44 سنة. اجي اليوم الغير متوقع واللي أنا شخصياً أعتبره مثل المعجزة الإلهية،
يوم 20/9/2020 نزل حيدر منشور على الفيسبوك لأن كان هذا اليوم يصادف ذكرى اعتقال عائلته اللي انعدمت. كتب المنشور حيدر واستذكر، وبنهاية المنشور أرفق صورة لأخو الشهيد أحمد وكتب عليها: صورة أخي الشهيد أحمد الذي تم إعدامه بعمر 2 سنين. حيدر يقول: بعد ما نزلت المنشور حسيت أثر بالناس بشكل كبير وما كنت أتوقعه، وبدت الناس تأخذ سكرين شوت المنشوري وتنشره بالصفحات وبالجروبات. حيدر زوجة عمه متابعته على الفيسبوك، فلما نزل هذا المنشور أيضا أخذت له سكرين، وبعدها أخذته ونزلته بجروب على الواتساب بمجموعة نساء مثقفات. هذا الجروب والنساء البي هن كلهن النساء المتضررات من الحرب وعدهن ضحايا. زوجة عم حيدر بعد ما نزلت المنشور بجروب الواتساب اتفاجئت يجيها اتصال من امرأة نص الليل، وهذه المرأة قالت لزوجة عم حيدر: هذا الطفل اللي نشرت صورته بالجروب موجود عايش ومو معدوم، هذا الطفل عايش عندنا وإحنا أخذناه من الشارع بيومها لما لقيناه بالثمانينات، هذا الطفل عايش عندنا وإحنا لقيناه بالشارع بالثمانينات وأخذناه ولحد الآن موجود عايش عندنا. الزوجة انصدمت وما صدقت وراحت ركض بلغت زوجها اللي هو يصير عم الحيدر. زوجها تواصل ويا هذه العائلة وأكدوا له أنه الشخص اللي ناشر صورة حيدر هو نفسه أحمد اللي عايش عندهم متبني من الثمانينات وموجود وما انعدم. هنا العم بعد ما ظل عنده صبر وأخذ عائلته وطلع لهم ساعة 3 بالليل حتى يتأكد. لحد الآن حيدر بالسويد وما حد بلغه وما يعرفه بكل شيء لأن كانوا يخافون عليه، كان عنده مرض قلب ما يريدون ينصدم. المهم العم بعد ما أخذ عائلته وصل للبيت، ولما دقوا الباب طلع لهم أحمد، وهنا كانت الصدمة. العائلة كلها أول ما شافته صاحوا: إيه هذا أخو حيدر. والعم لما شافه وسمع صوته قال: إيه والله هذا ابننا، بيشبه من أخوه وصوته نفس صوت أخوه حيدر. العم أخذ أحمد بحضنه وظل يبكي. قبل لا نروح الحيدر ونعرف شنو صار بيه لما عرف، خلونا نرجع لأحمد ونعرف شلون وصل لهذه العائلة وشلون بقى عايش. وبعدها محضر لكم فيديو دز حيدر أخو أحمد المتابعين البرنامج يحكي بيه شي مهم. هذا الكلام اللي راح أحكيه عن لسان الحجية نهاد اللي ربت أحمد. تقول الحجية نهاد: والدي كان مختار منطقة السعدوم بالثمانينات، وبيوم اتصلوا علي مركز الشرطة وقالوا له تعال. لما وصل لقى الشرطة محضرت لأطفال 2، قالوا لذول الأطفال لقيناهم بالشارع بلكي تتعرف عليهم وعلى أهلهم، والناس يقولون هذول الأطفال جت سيارة شمرتهم وراحت. المختار راح وتقرب عليهم، لقاهم أطفال 2 حلوين مثل الورد بس متبهدلين ويبكون. واحد من ذول الأطفال هو أحمد اللي كان عمره بذيك اللحظة 2 سنين، ويا طفل آخر اسمه فراس. فراس شوية أكبر من أحمد، كان عمره تقريبا بذاك الوقت 5 سنين. الطفل فراس أهله كانوا جيران بيت حيدر، وبيوم الاعتقال أيضا اعتقلوا أهله ويا أهل حيدر وتم إعدامهم. بيومها المختار والشرطة ظلوا يسألون أحمد لكن أحمد ما يعرف شيء، لكن فراس كان شوية أكبر منه ويعرف أحسن منه، هو اللي جاوبهم وقال لهم: أنا اسمي فراس وهذا اسمه أحمد، جيراننا يلعب وياي. حاولوا بيومها يعرفون عنهم معلومات أكثر لكن كانوا صغار وما يعرفون أي شيء، فقط أسماءهم. ظلوا الشرطة والمختار يدورون على أهلهم لمدة أسابيع لكن ما لقوا لهم أثر، فقرر المختار يأخذهم عنده بالبيت وقال البنت اللي هي نفسها حجية نهاد: هذول الأطفال يبقون عندنا، إذا ما لقينا أهلهم إحنا نربيهم. وبقوا أحمد وفراس عايشين ويا هاي العائلة بنفس البيت إلى أن كبروا، والعائلة ما قدرت توصل لأهلهم لأن في وقتها لما لقوهم كانوا كلش صغار ما قدروا يعرفون غير فقط أسماءهم. هسه البعض منكم يتساءل شلون العائلة اتعرفت على أحمد من خلال الصورة اللي نشرها حيدر، وهي الصورة لأحمد لما كان عمره 2 سنين. أنا ما راح أخليكم حائرين، تعال أحكي لكم شلون تعرفوا عليه. الشيء اللي خلى العائلة تتعرف على أحمد من خلال منشور حيدر هي الصورة، لأنه عائلة المختار بيومها لما لقوا أحمد بالشارع هو وفراس أخذوا لهم صورة بذيك الفترة، فقارنوا الصورة اللي نشرها حيدر ويا الصورة اللي أخذوها إله لما لقوه تقريبا نفس الفترة الزمنية ونفس الملامح بالضبط. هسه خلونا نرجع لحيدر. عم الحيدر بعد ما راح وتأكد انه هذا الشاب هو أحمد أخو حيدر
اتصل على حيدر للسويد حتى يبلغه، وبالفعل جرت بين حيدر وعمه مكالمة طويلة، وحيدر ما يدري عمه ظل يمهد له شوي شوي الى ان قال له اخوك احمد طلع عايش مو معدوم، وحشال القصة بالكامل. حيدر يقول عمي كان يحكي لي واني مصدوم وما استوعب الشيء اللي دا يحكيه، الى ان وصلت لمرحلة شبه اغمى علي ووقع التليفون من ايدي، وظليت اسمع مثل الحلم زوجتي واولادي يمي يبكون ويحاولون يهدون علي. يقول حيدر اني هذا الخبر خارج كل توقعاتي، ولا في يوم من الايام متوقع انه يطلع اخوي عايش، رغم انه اني طول الاربعين سنة ما تأكدت انه اخوي شهيد، وكان يراودني دائما احساس انه اخوي موجود، بس كل المجريات والوثائق تقول انه اخوي انعدم ويا امي وابوي بالمقبرة الجماعية. فهذا الشيء انا كنت كلش مستبعده، وخصوصا بعد ما عد على الموضوع 40 سنة. يقول حيدر بلحظتها انا بقيت يوم كامل حابس نفسي بغرفتي، لا اقدر انام ولا اقدر اكل ولا اقدر احكي اتصال ويا اخوي احمد. وبعد ال 24 ساعة صار اتصال بين حيدر واحمد بعد فراق دام 40 سنة. وطبعا مشاعر الاتصال في وقتها كانت ما تنوصف، الاتصال عبارة عن عتب وبكي واستذكار معاناة 40 سنة. انا شخصيا حيدر لما حكالي القصة ووصلنا لهذه النقطة، نقطة الاتصال اللي جرى بيناتهم، ما ادري شنو صار بيا، فالله يكون بعونهم. المهم بعدها حيدر حجز طيارة من السويد واجى للعراق وبلغ كل القنوات ووسائل الاعلام، وصار لقاء باخو احمد حدث مهم تداولته كل الاوساط الاعلامية بسنة 2020. وبعدها تناقلت الخبر الصحف العربية والعالمية، واستضافوا احمد وحيدر وسووا وياهم مقابلات، وايضا تم تكريم حيدر اكثر من مرة من قبل المنظمات العالمية المختصة بلم الشمل. حيدر بعد 40 سنة من الوحدة عثر على اخوه بسبب منشور على الفيسبوك. حيدر افترق عن احمد وكان عمر احمد 2 سنة، والتقى به بعد ما صار عمره 42 سنة. تعالوا خلوا نروح نشوف الفيديو اللي دزه لكم الاستاذ حيدر وبعدها نرجع. أعزائي متابعي برنامج عمر الساهي، سلام عليكم. أنا حيدر جواد أخوي اللي فقدته 40 سنة وبسبب منشور لقيته، وهذا المنشور ما خليته اعتباطا، لأن كان عندي هدف وعندي أمل، ولولا وجود الأمل لانقطع العمل. لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، توصل إلى الهدف مالتك. وأكو فد أمر هم ما قلنا، أنه فراس اللي عايش ويا أخوي 40 سنة ورث 8 أيام أيضا لقينا أهله، والحمد لله رب العالمين الآن هو عايش ويا عماته وخالاته وعائلته الكبيرة وأعمامه، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، وخلي الهدف مالتك دائما قوي والأمل قوي وانت توصل له. شكرا لكم وللأخ عمر الساهي. شكرا لك استاذ حيدر، فعلا قصتكم تحمل كل العبر والاطمئنان والأمل. شكرا لك مرة ثانية، وتحية لشقيقك أحمد، والله يبارك بيكم ويديم لمتكم. متابعين برنامجنا، أنا اليوم ما راح أحكي عبرة بنهاية القصة مثل كل مرة، لأن قصة اليوم كفيلة تكون أعظم عبرة لكل الأجيال. أتمنى تكونون استمتعتوا بقصتنا لهذا اليوم. تقدرون تشاهدون البرنامج على قناة سامراء الفضائية وعلى فيسبوك ويوتيوب، وهذه حساباتي تقدرون تتواصلون وياي من خلالها. لهنا قصتنا انتهت، أشوفكم على خير بالحلقة الجاية، في أمان الله.